بسم الله الرحمن الرحيم. ده قطاع طولي في النزل كافيتي، اقرب شوية، قطاع طولي في النزل كافيتي، فده التجهان الجزء اللي فوق ده اسمه النزل كافيتي، تمام؟ اسمه النزل كافيتي. تحت ده هنا ده اسمه الطنك، ده الطنك، تمام؟ وده الأورال كافيتي. بين الطنك وبين الهارد بلد في الأورال كافيتي اهو، ده الأورال كافيتي، تمام؟ ده الفارنس، الفارنس، وهنا ده اللارنس، تمام؟ من النزل كافيتي بعد كده ايه على اللارنس. نشوف النزل كافيتي. النزل كافيتي اول حاجه فوق دورسال نزل كونكا، ايه دورسال نزل كونكا بيطلع منه ستريت فولد، يعني بزوق العين بيطلع منه ستريت فولد، يبقى ده دورسال نزل كونكا وهنا ده ستريت فولد. تحتيه تحت هنا ده اسمه فنترال نزل كونكا، اها فنترال نزل كونكا بيطلع منه تو فولدز اللي هو الالر فولد، هذا الالر فولد والبيزل فولد، ده البيزل فولد، تمام؟ بعد كده في الميدل نزل كونكا، الميدل نزل كونكا بيكون بين الدورسال وبين الفنترال اللي هو ده ميدل نزل كونكا اللي هو ده. بعدين وراه هنا دول الاسمويد كونكي، اسمويد كونكي، تمام؟ شوف كده القطاع العرضي، قطاع عرضي في النزل كافيتي، تمام؟ القطاع العرضي في النزل كافيتي ادي اللي في النص ده اسمه نزل سيبتم، نزل سيبتم، قرب شوية من فوق ادي التعريج دي الناحية دي والناحية دي اسمها نزل كونكي، البحارات الأنفية. هنا من فوق التعرج الاول، تعرج من فوق اسمه دورسال نيزل كونكا، يبقى قطاع عرضي في الايه في النيزل كافيتي. ده النيزل سيبتم اهو، النيزل سيبتم، وده هنا الناحيه دي والناحيه دي اسمها النيزل كونكي، نيزل كونكي. اقرب شويه الفوق ده اول حاجه من فوق دورسال نيزل كونكا، دورسال نيزل كونكا، تحت اهي فنترال نزل كونكا، في الميدل اسمه ميدل نزل كونكا. التجويف ما بين الروف، التجويف ده اهو الموجود بين الروف وبين الدورسال نزل كونكا اسمه دورسال نزل ايه ميتس. تحت هذا التجويف ده اللي موجود بين الفلور والفنترال نزل كونكا اسمه فنترال نزل ميتس. التجويف الكبير ده بين النزل سبتم وبين الكونكي اسمه كومون نزل سبتم، كومون نزل ميتس اهو. التجويف الموجود بين النزل سبتم والنزل كونكي اسمه كومون نزل ميتس. بس كده القطاع، القطاع طولي في النزل كافيتي، قطاع طولي في النزل كافيتي، اهل النزل كافيتي من فوق، تمام؟ ده النزل كافيتي كله ده، وده اللارنس، ده الطنك اهو، الاورجن ده كله اسمه الطنك، وده الهارد باليت، تمام؟ بين الطنك والهارد باليت في الاورال كافيتي، الاورال كافيتي اهو، تمام؟ نيجي بقى في النزل كافيتي، دورسال نزل كونكا اهو، دورسال نزل كونكا بيطلع منه من قدام، دورسال نزل كونكا بيطلع منه من قدام هنا الستريت فولد، ستريت فولد، فنترال نزل كونكا اهو، فنترال نزل كونكا بيطلع منه الالر فولد، بيطلع منه الالر فولد والبيزل فولد، تمام؟ ماشي من حاجة والبيزل فولد ميدل نزل كونكا اللي هو ده موجود بين الدورسال والفنترال، ميدل نزل كونكا وراء السمود كونكي. فالميدل نزل كونكا ده هو تفرع من النزل كونكي،
الميدا نيزال كونكا تفرع من النيزال كونكي، تمام؟ بس كده.